السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم بين الناس. نحن هنا في محافظة مأرب، مأرب الشموخ والعزة والحضارة. فقراتنا متنوعة ومتعددة، سيكون معنا جلسة ممتعة وشيقة مع شائب من أهالي هذه المنطقة. سنتحسس أسرة فقيرة مثل ما عودناكم، وسنطرح السؤال وأيضا الجائزة، فكونوا معنا. سؤالنا لهذه الفقرة يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ تعالوا نشوف الإجابة الصحيحة. السؤال يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ حاول سمعني إجابة. سمعني. نشوف إجابة أخرى أعزائي المشاهدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ علي مبهوت. سؤال وجائزة. تفضل. من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ سمعني. عيسى. للأسف للأسف ليست الإجابة صحيحة. السلام عليكم. السلام. معنا سؤال وجائزة 25,000 ريال. مستعدة للسؤال؟ السؤال يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ عيسى. نبي عيسى. حاولي مرة أخرى. قبضت روحه في السماء. السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم؟ مريم الصبري. طيب يا أختي، في معي سؤال وجائزة 25,000 ريال، إيش رأيك؟ السؤال يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ نوح. ليس نبي الله نوح. حاولي مرة أخرى. إدريس. سمعيني مرة الإجابة. إدريس. متأكدة من الإجابة؟ نعم أعزائي المشاهدين، نعم نعم نعم، النبي الذي قبضت روحه في السماء نبي الله إدريس عليه السلام، ويستحق وتستحق الأخت معنا 25,000 ريال مقدمة من قناة المهرية الفضائية. ألف 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 مبروك أختي. شكرا جزيلا. سؤال يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ النبي عيسى بن مريم. أعطيني إجابة أخرى. عيسى. طيب إدريس عليه السلام. متأكدة من الإجابة؟ إن شاء الله. مساعدة. ولا عيسى. عيسى عليه السلام. اختاري عيسى ولا إدريس؟ عيسى. لا موسى. موسى عليه السلام. أنت اختاري إجابة صحيحة، اختاري من الثلاثة هؤلاء. أنا أقول موسى عليه السلام. نبي الله موسى. نبي الله عيسى تقريبا هو اللي قبضت روحه. إدريس عليه السلام. إدريس عليه السلام. أعزائي المشاهدين، نعم نعم الإجابة صحيحة أختي الكريمة، النبي الذي قبضت روحه في السماء هو نبي الله إدريس، وتستحق معنا جائزة قدرها 25,000 ريال مقدمة من قناة المهرية. ألف ألف مبروك. السؤال يقول: من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ عيسى. إدريس. إدريس. أعزائي المشاهدين، نعم الإجابة صحيحة، نبي الله إدريس، وتستحق معنا جائزة هذه الفقرة
وعشرين ألف ريال مقدمة من قناة المهرية. ألف 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 مبروك، تستاهل، تحية لها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ بكر عبد الرب أحمد زوبة. معي لك سؤال وجائزة. تفضل. إن شاء الله. السؤال يقول: ما هو المعدن الأغلى سعرا؟ المعدن الماس. أيش؟ الماس. لا، ليس الماس، ليس الألماس. نشوف إجابة أخرى. نشوف إجابة أخرى. تفضل. سؤال يقول، خرج معي هنا شوي اول. ما هو المعدن الاغلى سعرا؟ الذهب. ما عاد شيء بعده؟ لا، في الذهب. جماعة هيرس؟ لا، في الذهب. ليست اجابه صحيحه. شرد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسم الكريم؟ زيد. اخ زيد، سؤال وجائزه. تفضل. السؤال يقول: ما هو المعدن الاغلى سعرا؟ في اغلى المعادن معروفه طبعا كثير، الذهب والالماس، بس اعتقد هذه الايام زاد الطلب على معدن اسمه الروديوم. اعتقد ما هو اغلى من سعر الذهب 5 أضعاف، اللي هو الروديوم. نعم نعم، اعزائي المشاهدين، الاجابه صحيحه. الاسم الكريم؟ زيد مغير. المعدن الاغلى سعرا معدن الروديوم. الروديوم او معدن الراديوم، الاجابه صحيحه. يستحق معنا الاخ زيد جائزة وقدرها 25 ألف ريال مقدمة من قناة المهرية. ألف ألف مبروك أخ زيد. نضال، متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟ علي نوف سد مأرب القديم طبعا قبل الميلاد. والله ما ادري يا غالي. حاول. ما عنديش والله معلومة. طيب نبحث عن إجابة أخرى. مازن نجيب الأجوري. مازن، متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟ ما دراني أنا. حاول. والله ما لي علم. شي سكريم أدي لك سكريم. سلام. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمير عبد الرغيب عبد الله علي. عم سمير، متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟ حاول. اعطني اياه. هيا شوي زين. اخ رضوان، متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ في الالف الاول قبل الميلاد. جواب نهائي. ليس الالف قبل الميلاد. سمعني. الا صحيح. تأكد. لا، غير صحيح. غير صحيح، غير صحيح. ما عندي اجابه الا هي. طيب نشوف اجابه اخرى اعزائي المشاهدين. متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟ في القرن العاشر. في القرن العاشر. ليست في القرن العاشر. سمعيني إجابة. ماشي. حاولي سمعيني إجابة أخرى. القرن العاشر قبل الميلاد. القرن العاشر. حاولي تغيير الإجابة. قربت ولا لا؟ لا والله بعيدة شوي. ارفعي. 800 قبل. ها القرن الثامن. الآن قربتي، ليس القرن الثامن. يعني قبل الميلاد هذا. ايه. حاولي. العشرة قبل. القرن الأول. في كم؟ ليس القرن الأول. متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟ قبل 100 سنة تقريبا. لا، ليست كذا. نشوف إجابة أخرى أعزائي المشاهدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا حاج؟ الحمد لله. شهر مبارك. جميعا إن شاء الله. تقبل الله منا منكم صالح. جميعا إن شاء الله. آمين. معي لك سؤال وجائزة. إن شاء الله إذا إن شاء الله. السؤال يقول: متى بنى علي نوف سد مأرب القديم؟
متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ الله يعني. سمعني إجابة. حاول. يعني ما أعرف يعني مثلاً التاريخ. إحنا لازم أميين صراحة. الإنسان يقول الصدق. أين أحسن من الصراحة ولا المراوغة؟ وطبعا قبل الميلاد لكن ايوه نعم قبل الميلاد ايوه بس لكن هذه هي نحدد قرون عادي كذا كذا 100 سنه 200 300 انت اعطني اجابه طيب انا قبل الميلاد اعتقد قبل 1000 سنه من ميلاد المسيح والله اذا جاوبت انا بعطيك 30000 طيب على اختيارات انا قلت لك قبل الميلاد يعني قبل الميلاد لكن الباقي عليك كذا انا حددتها كذا 1000 سنه قبل الميلاد للأسف أعزائي المشاهدين ليست الإجابة صحيحة ولا زلنا نبحث عن إجابة أخرى السلام عليكم اسم كريم معمر من؟ معمر أحمد معمر البركاني حياك الله يا عم معمر سؤال وجائزة أيوه السؤال يقول متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ معنا لك سؤال وجائزة 30000 ريال بس السؤال ديال الجائزة تفضل أي السؤال السؤال يقول متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ وقت ما عمره يعني هذا على اصحاب مأرب على اصحاب مأرب اين ماجد؟ استاذ ماجد حياك اذا نبحث عن اجابه صحيحه حيا الله الاستاذ ماجد طيب حياك الله الله يسلمك معنا سؤال وجائزه يلا بسم الله متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ سد مأرب القديم القديم ولا الحديث؟ القديم 575 يعني قبل الميلاد قبل الميلاد نعم وقبل الميلاد في الألفية يعني في حوالي 575 قبل الميلاد والله بيني وبينك أستاذ ماجد أنت قربت لكن ليس كذلك يعني هو حول التاريخ هذا باقي يعني حول التاريخ هذا يعني في التاريخ هذا هو 575 أو 565 لا ليست يعني 500 لا اوه اذا ما قربت يعني اذا معوض ان شاء الله في الاعاده ان شاء الله حله ان شاء الله الله يعطيك الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حذيفه خالد عبد الرغيب حذيفه سؤال وجائزه 30000 ريال ان شاء الله متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ والله طبعا هذا الكلام قبل الميلاد عشان يعني متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ معلش معلش سؤال وجائزة السلام ورحمة الله إذا من طه منكم؟ أنا سطاء طه حيا معلش سؤال وجائزة من بيجاوب منكم؟ على حسب السؤال لا هو سهل لا هو سهل علي خلاص أنا بديكم 30 وقلت اسمه الجائزة مش سؤال طيب السؤال يقول متى بنى علي ينوف سد مأرب القديم؟ سد مأرب القديم زمان قبل اعتقد قبل الميلاد قبل الميلاد نعم بس ايش التاريخ بالضبط؟ نعم في بدايته ولا في نهايته؟ يعني حاول قرب قبل الميلاد يعني اديني رقم 800 700 700 وانت 800 وانت اخطاء بعد الكبير 700 برد لك منه يا ابن هي ابشر الله هذا الاجابه اعزائي المشاهدين نعم نعم اعزائي المشاهدين تستحق الان اكتسموا نعم 700 قبل الميلاد علي ينوف بدا سد مأرب التاريخ 700 قبل الميلاد واستحقوا معنا جائزه مقدمه من قناه المهريه 30000 ريال 1000 مبروك استاهلوا استحقوا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى فقرة التحدي نحن الآن في أحد النوادي الرياضية في مدينة مأرب نشوف أحد من الشباب يقبل معنا التحدي لدينا أسرة نازحة من هذه المحافظة نجمع لهم مبلغ من المال ونحن سندفع نفس المبلغ الذي سيجمعه المتحدي نشوف الشاب الذي يقبل التحدي معنا تفضلوا السلام عليكم يا شباب معنا فقرة ممكن نصور السلام عليكم السلام ورحمة الله الاسم الكريم البراء سعد صلاح الأخ البراء أنا معي فقرة إنسانية معنا فقرة أسرة
نازحة من محافظة مأرب، نبغاك تجمع لهم مبلغ من المال من الأيادي البيضاء من أصحاب الخير، ونحن في قناة المهرية سندفع نفس المبلغ الذي ستجمعه، إيش رأيك؟ طيب، أجمع من عند التجار وأنت تجمع نفسه وتسلم الأسرة محتاجة. نعم، يعني نفس المبلغ اللي بتجمعه نحن سندفع نفس المبلغ وسلم الأسرة، هذه الأسرة النازحة من هذه المحافظة. طيب تمام. أوكي؟ تمام موافق. أعزائي المشاهدين، الأخ البراء قبل معنا التحدي، تعالوا معنا. جالسة تحدوني في برنامج تبع المهرية أنه أنا أجمع مبلغ وهم بيعطوني نفسه وبسلمه للنازحين ولل... أعزائي المشاهدين، بعد انقضاء المدة المحددة للأخ براء جمع مبلغ وقدره 89,000 89,000 ريال. نحن بدورنا في قناة المهرية سندفع نفس المبلغ 89,000 ريال ليصير المبلغ 178,000 ريال، نقدمها لصالح هذه الأسرة النازحة. الأب كفيف لديه 9 أطفال، عايز على العمل، نازح في هذا المكان، مكان إيواء النازحين. شكرا جزيلا يا براء على يعني جهودك التي بذلتها، وإن شاء الله يعني أجرك محسوب، ونشوف الأسرة. يا حاج، جي لهانا اخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. أنا بصير ما أشوف. ماشي، الله يديك العافية إن شاء الله. إحنا من قناة المهرية معنا لك هدية بمناسبة رمضان. الله يفتح عليك. وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم. ألف خير. إن شاء الله، تفضل. الله يتفضل عليك. هذه هدية متواضعة من قناة المهرية بمناسبة قدوم رمضان. إن شاء الله ربي يفتح عليك أنت والعاملين عليها. آمين إن شاء الله. شكرا جزيلا والله يعينكم. الله يعين الجميع، الله يوفقكم لكل خير إن شاء الله.
عرش بلقيس يعد الموقع الأثري الأشهر بين آثار اليمن، ويقع على بعد 1400 متر إلى الشمال الغربي من محرم بلقيس، وهو معبد سبائي كرس لإله القمر، ويلي معبد أوام من حيث الأهمية ويعرف محليا بالمعاميد. ظل المعبد حتى عام 1988 للميلاد تغطيه كثبان الرمال المحيطة به، إلى أن كشف عن تفاصيله المدفونة تحت الرمال نتيجة التنقيب الأثري، فوجد أن المعبد يتألف من وحدات معمارية مختلفة، أهمها قدس الأقداس والفناء الأمامي وملحقاتهما، مثل السور الكبير والمبني من الطوب والمنشآت التابعة له. لقد تطورت العناصر المعمارية لمعبد بران في حقب زمنية مختلفة منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد، ويبدو أن المعبد مكون من وحدات معمارية متناسقة يتقابل فيها المدخل الرئيسي والساحة مع المدرج العالي بشكل يوحي بالروعة والجمال وعظمة المنجز. المعبد مربع الشكل، له مساحة مكشوفة تتوسطها البئر المقدسة وحوض ماء حجري يصل إليه الماء بواسطة مصب من فم الثور المقدس، والقاعة محاطة بعدد من الجدران من الشمال والغرب والجنوب، وأمام الجدار الغربي ينتصب عدد من المقاعد المرمرية ومن القاعة المكشوفة، وتوجد 12 درجة تؤدي إلى قدس الأقداس، حيث الأعمدة الستة يوجد حاليا 5 أعمدة والسادس مكسور، وهي ذات التيجان المزخرفة بالمكعبات، ويزن العمود 17 طنا و350 كيلوغراما، ويبلغ طوله 12 مترا وسمكه 80 سنتيمترا. يحيط بساحة المعبد المقدس سور من اللبن الطين وله أبراج، ويقع باب المعبد في الجهة الشمالية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى فقرة الدردشة. نحن اليوم متواصلين معكم من محافظة مأرب، وتحديدا من مدينة حريب. من مدينة حريب عزلة شرق. الوالد من؟ الوالد رسام سالم أحمد رسام، ونشكركم ونشكر قناتكم الرمضانية وعلى اهتمامكم بتقاليدنا وأسلافنا في استقبال شهرنا الكريم المفضل، ورمضان نستقبله باستقبال خاص دينيا وخلقيا وكل شيء، بما نستقبله من الإفطار، من البن، من التمرة، من اللبن، من العادة القديمة الأولى، فوانيس نولع، نصلح أشياء. الفوانيس هذه زمان أبو الزياي للقازة هذيك الصغيرة، نستقبل أبو القازة الصغيرة. ورمضان له أشياء خاصة عندنا وأفراح، ونفرح برمضان، نستقبل رمضان ونستقبله من قبل شهر كذا في المنابر في المساجد، مرحبا مرحبا يا رمضان، ونحزن عند توديعه ونودع رمضان. طيب عم رسام، كلامك جميل. ليلة أو آخر ليلة في رمضان، هل كان لها طقس معين أو لها مثلا احتفالية معينة، ولا مثلها مثل لا لا احتفالية معينة؟ لا، لأنها استقبال عيد الفطر، ونستقبلها يعني أجواء عيدية رمضانية عيدية، توديع واستقبال العيد، فنفرفش بالملابس، يروحوا يتقضوا، وهذا يلبس، وهذا وش بتجيب لي طمش، وهذا وش بتجيب لي كذا وكذا، عيد وأفراحه. طيب كلام جميل. أول يوم في العيد، أول يوم في العيد، يعني أعطني أو قص لي من بداية اليوم. أول يوم من العيد نبكر، نصلي صلاة الفجر ونسرح، نصلي صلاة العيد ونرجع، والذي قادر ومعه غنم ومعه خير ومعه يذبح، والذي ما معه يدي له جارة، وهكذا جارة لازم، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الجار في جارة. نعم، احنا ما ناكل الا وجارنا معنا، لو جغمه من مرق، فهذه تقاليدنا واسلافنا ورثناها من الاباء والاجداد ما شاء الله. طيب يا عم رسام، مثلا الاحتفال يوم العيد، هل مثلا في مقانيص، هل مثلا في مزاوره معينه؟ طبعا صله رحم، اولا صله الرحم، ندور بعد الصلاه على صله الرحم، وندور على ارحامنا،
ونرجع ونتغدى، والرحم دي قريب منك تعزمه للغداء عندك، واللي بعيد تمشي له بعد العصر بعد الظهر تزوره. وفيها إلى كانت خروج وكشتات برا وهكذا، لازم في خرجة، نخرج في الأشعاب في الرملة في الصحاري، هذا عيد واحتفالات وتقاليد. ايش من وقت تخرجوا مثلا، الصباح ولا من بعد العصر من بعد الظهر؟ بعد الصلاة تخصص لزيارة الأرحام، ونرجع للغداء، وبعد الغداء يعني من بيزور له رحم بعيد او بيروح، ما يتلفلفوا لهم شباب وناس وغدا وشيبان، ويروحوا يشتوا برا مع بعض. وهكذا تقاليدنا واسلافنا في محافظه مارب ناحيه حريب، ومارب ككل وشبوه وكل المحافظات والجوف واليمن هذا طبعه. ما شاء الله. طيب هل في زياره مثلا للسد؟ هل في زياره للعرش؟ هل في زياره لل نعم نحمد الله ونشكره، احنا في مارب نحظى بما لا يحظى به الغير. عندنا سد مارب، وعندنا عرش بلقيس، وعندنا معبد الشمس، وعندنا صحاري واسعة وأثرية وتاريخية ونفتخر بها أحسن من غيرنا، وهي حق اليمنيين كلهم، ليش نقول إنها لنا خاصة. ومارب يتسع للجميع، ومعالم مارب معالم اليمن والأمة العربية ككل. حياك الله عمر السام. يعني متعددة الموروث، مارب متعددة الحضارة، يعني فيها أكثر من موقع يمكن للأسرة أنها تزورها، يمكن مثلا في ليالي رمضان في أيام الأعياد أنها يفعلوا لها زيارات، يفعلوا لها مثلا خرجات جماعية شبابية حتى أسرية. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا أشكر العم رسام على إتاحة لنا هذه الفرصة. كلام شيق، كلام رائع. مارب متعددة الحضارة، مارب متعددة الأماكن السياحية التراثية التي يمكن أن للأسرة أن تزورها يعني في أيام رمضان أيام الأعياد. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم.